مشروبات مفيدة بين الفطور والسحور، ماذا تفضل؟ صحتك أم مشروب ذو لون وطعم لذيذ؟ كيف تحول مشروباً تكرهه لشراب مميز لكسب فوائده؟ وما أخطر المشروبات على الصحة في رمضان؟ أنا سأخبرك. كثيرنا يعلم أهمية تناول السوائل والمياه في شهر رمضان، وذلك تجنباً للإصابة بالجفاف والتعب والكثير من المشاكل التي نعاني منها أثناء الصيام. ولكن هل فكرت في صحتك حين تتناول كل ما تحب؟ أم أنك ممن يلبون رغبات شهيتهم مهما كانت دون النظر لما بعد ذلك؟ الأمر جداً بسيط. يوجد في دماغ كل شخص منا آلة بشرية تسمى العقل الباطن. هذا العملاق الخفي يمكن أن تجعله حليفاً لصالحك، ويمكن أيضاً أن تجعله عدواً شرساً ضدك، وذلك لأن الأمر راجع لك في تدريبه وتصدير الأفكار إليه عن الأشياء والأماكن والأشخاص. فمثلاً إذا قلت في نفسك أن هذا الطعام نكهته سيئة لمجرد رؤيته، سيبدو كذلك حين تتذوقه حتى ولو كان شهياً جداً. ونستنتج من ذلك أن أحياناً يكون للعقل دور في إعجابنا بنكهات الطعام والشراب أو رفضها بشكل من التزييف تسببت فيه الأفكار فقط. بكل الأحوال، نستطيع جعل المشروبات الطازجة أكثر لذة من تلك المصنعة بخطوات بسيطة. أولاً، في تجهيز العصائر لابد من استخدام الفواكه الطازجة شريطة أن تكون ناضجة بشكل جيد قبل قطفها. ثانياً، بعض الفواكه التي تحتوي على البذور وقشور قاسية كالبرتقال والأفوكادو أو الليمون، يفضل تناول عصائر الفواكه بعد عصرها مباشرة وعدم تركها لفترات طويلة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية أو يتغير طعمها. رابعاً، إذا قمت باستخدام فواكه حلوة دون إضافة الماء لتخفيفها، ففي الغالب لن تحتاج لإضافة السكر. هناك أيضاً بعض المشروبات ذات الجماهيرية الكبيرة كالقهوة والشاي، يعتبر هذان المشروبان غير ضارين بالصحة بشكل كبير إلا في حالات معينة، وذلك إذا تناولناها بمنسوب معين دون الإفراط أو الإسراف فيها. فكوب واحد من هذا أو ذاك في اليوم يعد كافياً جداً. يعتبر التمر الهندي والمتصدر قائمة المشروبات الطبيعية في رمضان مفيداً جداً إذا تم تناوله أثناء الإفطار. يحتوي التمر الهندي على عدد من الأحماض المفيدة وسكر الجلوكوز والفركتوز، كما يعمل كملين خفيف، كما يدعم فيتامين B3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C ومضادات الأكسدة وغيرها. أيضاً من المشروبات المحفزة للطاقة مشروب التمر والحليب، ويكون لذيذاً إذا أضيفت إليه بعض المكسرات الطازجة. أيضاً مشروب الأفوكادو بالحليب يعتبر مساعداً جيداً في منع ترسب الكوليسترول في الدم، كما يساعد في التحكم في ضغط الدم وتنظيم السكر في الدم، كما يحافظ على صحة العيون. أيضاً ما يسمى بالعصير الأحمر كالشمندر وعصير الطماطم، حيث أثبتت الدراسات أن تناول كوباً واحداً منه يومياً يساعد في تحسين العديد من الوظائف بالجسم، مثل محاربة الشيخوخة ومنع جفاف الجسم خاصة أثناء الصيام. وهناك أيضاً المشروب الأخضر، وهو مكون من أوراق الخس والتفاح الأخضر والكرفس وبعض أوراق الجرجير والبقدونس والليمون، ويمكن إضافة الأناناس والنعناع والسبانخ وغيرها من النباتات والفاكهة الخضراء. يتم خفقها جميعاً وشرب كوب واحد، فيساعد بشكل جيد في نضارة البشرة وخسارة الوزن، ويحسن مستويات الطاقة ومد الجسم بالسوائل وتخفيف الأرق وتقوية الشعر والأظافر وتقوية الدورة الدموية، فضلاً عن تقوية جهاز المناعة. وأخيراً، ينصح بالإكثار من تناول العصائر الطبيعية عوضاً عن المصنعة، والتي يتصدرها عصير البرتقال كونه الألذ والأخف على المعدة وقت الإفطار. دمتم بخير وصحة دائمة.